لك مين اللي قالك انه اللي بده ينتقم بيتصرف هيك؟ بعملتك هي زكي صغرتني انا وبنتي قدامهم، ان شاء الله تكون مبسوط هلا. انتقامي منه لسه ما بلش، خليهم مبسوطين بتارة هلا، بس قريبا يا امي بوعدك خلي الكل يكرهها. انا ما بيكون اسمي كاشي اذا ما بخليهم يقلعوها من البيت مثل الكلبه. حاجتك بقى لا تعمل لي حالك بطل، اي شيء رح تعمله حضرتك انا واثقه انه رح يزيد الطين بله. كل تصرفاتي رح تكون مدروسه. بكره مع الوقت يا امي بتشوفي كيف رح تنجح خطه ابنك ونخلص من تارة وابنها على الاخر. خير على شو ناوي؟ لسه ما بعرف. معناتها بيعنا سكوتك هلا وبلا هالحكي الفاضي، اللي بده ينتقم ما بيعرف كيف بهدلتنا قدام الناس مثل الاولاد الصغار. قاعد كل الوقت عم بخططوا على الفاضي. انت لسه ما بتعرفي ابنك وما بتعرفيني لما قرر شو بساوي. بكره رح تشوفي بعيونك. لسه ما شفتي شي يا تارا. رح خليكي تمشي قدام الناس وحاطه راسك بالارض.